القفص الزوجيه يمكن لك تمشي الا انه بعد طول فتره. اليوم نعقد لقاء دراسي يتداول حول موضوع الكفالة كبديل للأسر غير المنجبة، على اعتبار أن الأسر غير المنجبة تلجأ إلى الكفالة من أجل تحقيق حلمها في الأمومة والأبوة. واليوم نحن نتدارس هذا الموضوع من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية أيضا والدينية، علما أننا نطالب كجمعية من أجل تدليل الصعاب أمام الزوجين في وضعية عقم أو الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة، يعني تدليل صعاب يعني المساطر القانونية من أجل تسهيل ولوجهم إلى الكفالة، وبالتالي منح فرصة لأطفال في وضعية صعبة أنهم يعيشوا في كنف أسرة بديلة لهم، ومنحهم استقرار نفسي واجتماعي، وفي الآن نفسه منح الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة إمكانية تأسيس أسرة جديدة والنعيم باستقرار اجتماعي ونفسي. اليوم نناقش هذا الموضوع من أجل يعني تقريب الزوجين من حقوقهم وواجباتهم والتعرف أكثر حول هذا الموضوع للإنخراط في عملية منح أسرة ودفء أسري للأطفال في وضعية صعبة. اليوم كنظموا هذا اللقاء بشراكة مع جمعية مابا من أجل التعريف بالكفالة، وكذلك من أجل تشجيع الأسر الغير المنجبة على الإقدام على الكفالة باعتبارها واحد الحل للأطفال اللي موجودين في وضعية صعبة. كما كنعرفوا جميع أن الطفل المكان الطبيعي ديالو هو الأسرة، فلما كانش أسرة أصيلة يمكن نعملوه في أسرة بديلة، وتجربة تبتت علميا وعمليا على أن الطفل الذي ينشأ وسط أسرة كيف ما كانت أصيلة أو بديلة هو يكون أكثر توازنا وأكثر سلامة من الطفل الذي ينشأ في المراكز الرعاية. فلذلك لقائنا اليوم مع الفاعلين، مع المهتمين، مع القضاء الأسري، مع كذلك الجمعيات، من أجل تشجيع هذه الأسر على الإقدام على سلوك هذه المساطر بتبسيطها وتسهيلها، وكذلك تقديم جميع المعلومات اللازمة والشروط المطلوبة في الكفالة. هذا مع العلم أن القانون الحالي الآن اللي صدر في 2002 هو قانون أصبح في حاجة إلى تعديلات وإلى مراجعة، لأن بعد مجيء مدونة الأسرة وبعد مجيء الدستور في 2011 أصبحت هناك مقتضيات جديدة يجب أن تضمن في قانون الكفالة باش هذوك الوليدات يصبحوا نهائيا كأنهم أبناء من صلب هذه العائلة التي تكفلت بهم. فاحنا الندوة ديال اليوم حول الكفالة والأسر الكفيلة كتمحور حول بعض المواضيع اللي كتشوفها الجمعية أنها كتهم منظومة الكفالة ككل من ناحية الرؤية ديال الجمعية بالنسبة للكفالة والتغييرات التي يجب أن تدخل على هذه الكفالة كمجملها. لذلك رأينا أن نجتمع اليوم لنعطي رأينا ويجتمع المختصون في الأمر كذلك لتدارس هذا الأمر ومحاولة الخروج بنتائج تخدم المصلحة الفضلى للطفل. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.